حابة لك حاجة رئيس الجمهورية مدعم حتى واحد باش يكون رئيس مهم. كتلة في نداء ولا في غير النداء ونجم نأكد لك الكلام هذايا لأنه آه على من مسؤوليات العلاقة مع الأحزاب مهم. والكتل البرلمانية ونعرف بصفة عامة جيداً إيش يصير وش يحدث داخل الكتل البرلمانية مهم. انه تمام كتلة نداء تونس آه وبالتالي استقبال رئيس الجمهوريه لي في تلك وفد الفتره في تلك الفتره ما استقبلش كان وفد نداء اللي كان فيه آه او المدير التنفيذي لنداء ورئيس كتلته واعضاء اخرين استقبل العديد الاحزاب الاخرى منها حركه النهضه منها الاتحاد الوطني الحر منها اظن في لكن في الفتره هذيك, في الفترة هذيك هو نداء تونس وقتها سفيان توبيل معناها فتره طويله مرة قبل ما يتم استقبال احزاب اخرى راح على تلك الرمزيه في نفس الاسبوع اللي تم الحديث فيه على شبهات فساد سفيان توبيل يتم استقباله وتهبط صور من رئيس الجمهوريه ما تراش اللي ثم هنا نوع من التشويش على الرمزيه العامه البيرسيبسيون معناها ماناش مختلفين تنجم تكون القراءه متاع البيرسبسيون هذيك ولكن انت قلت فيه شبهات وأحنا اي عالميا تنجموا انتم الشبهات شبهات بزيد او عمر وهذا من حقكم ولكن في سلوك الدوله رئيس الجمهوريه كذلك استقبل سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني مه. الحر ثم تم اصدار بطاقه منع خروج اتسترا ومعناها احنا ما نتعاملوش بسلوك القضاء وما دام اليوم ما مسألة مساله شبهات فانه اولا المتهم بريء حتى تثبت ادانته من ناحيه من ناحيه الثانيه احنا نتعامل مع الواقع يعني سفيان طوبال نايب في البرلمان او غيره او سليم الرياحي هو رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر او راجل غنوشي هو رئيس حركتنا احنا نتعامل مع المكونة السياسية ما ندخلوش ما نقول لهم أي فك عليكم من هدايا وجيبوا واحد آخر ولا هدايا أسمع ما نعجبناش ولا في هذاك أنتم حقكم كأعلام أنكم تتناولوا المسألة وتقيموا سياسيا <applause>